نكمل كلامنا على المعادلات الحركة اللي هنتناولها السنة دي، وأنا عايزاكم تاخدوا بالكم، ودي معلومات موجودة ممكن أنت تلاحظها. لو أنا ماسك في إيدي شيء وسبته يسقط، هذا الشيء بيسقط سقوط حر تحت تأثير وزن. إذا العجلة اللي بيتحرك بيها هي عجلة الجاذبية الأرضية، متوسطها هو 9.8، حتى لو ما ذكرها لكش في المسألة، لأنها بتختلف من مكان لآخر على سطح الكرة الأرضية نظرا لاختلاف البعد أو القرب من مركز الأرض. فهي بتبقى يا إما 9.8 أو 10، ففي المتوسط بنقول 9.8 ما لم هو يذكر لك هو في المسألة خلاف ذلك. طيب لو أنا ماسك حاجة كده في إيدي، هي ابتدت سرعتها بإيه؟ ده أنا متوقف. في حالة التوقف يبقى السرعة الابتدائية بتاعتي كانت صفر، لأن الجسم كان ساكن. زي السيارة لما بتبدأ تتحرك من السكون، السرعة اللي ابتدت بيها ايه؟ صفر، لأن السيارة كانت متوقفة. ولما بتبدأ تتحرك يبقى السرعة النهائية بتاعتي ليها قيمة. طيب نفس الكلام، شوف مين بقى ممكن يستوعب الكلام ده. لو السيارة اللي عندي ماشية اوريدي هي بتسير، وقال لك السائق استخدم الفرامل أو حتى توقفت، تفهم ايه من الكلمة دي من غير ما يكون مديك أي بيانات في المسألة؟ حتى توقفت، يبقى السرعة النهائية بتاعتي بصفر. يبقى في كلمات كده لما أتناولها أو أقراها كويس بتركيز هقدر أطلع عندي معطيات المسألة. يبقى لو قال لي سقط الجسم في حالة السقوط، معناها إن الجسم بدأ بتسعة وثمانية من عشرة في حالة وبدأ بسرعة مقدارها صفر واتجه ناحية الأرض، يبقى عجلة الجاذبية الأرضية موجبة، يعني بعوض في المسألة بموجب 9.8. طب لو أنا ماسك شيء في إيديا وبدأت أقذفه إلى أعلى، إيه اللي هيحصل للشيء ده؟ وأنت قاعد كده امسك القلم بتاعك واحذفه لفوق، القلم هيرتفع وبعد كده يحصل إيه؟ هيعاود السقوط مرة أخرى. طب هو ابتدى بإيدي، هو القلم لو أنا حطه في إيدي كده هيطلع لوحده ولا أنا بقذفه أو بدفعه بقوة؟ إذا سرعته الابتدائية ليها قيمة، هيبدأ يطلع عكس الجاذبية الأرضية لغاية أقصى ارتفاع ليه، سرعته بتبدأ تقل تدريجيا لغاية ما السرعة النهائية بتاعته بتساوي صفر. إذا لو قال لي قذف الجسم، على طول حضرتك هتعرف إن السرعة النهائية بتاعته بتساوي صفر، وبالتالي لما سرعته بدأت صفر بدأ يبقى تحت تأثير قوة جذب الأرض، والأرض شدته لتحت تاني. معلومة تاني، يبقى العربية لو اتحركت من سكون يبقى الفي نوت بصفر، لو الجسم سقط يبقى الفي نوت بصفر. طيب لو الجسم قذف يبقى الفي نود ليها قيمة، بينما الفي اف السرعة النهائية هي اللي بصفر. لو قال لي استخدمت الفرامل او حتى توقفت، يبقى اعرف ان الفي فاينل دي هي اللي بتساوي صفر. تعالوا معانا نشوف مع بعضينا المسائل ونشوف هنعرف نحلها ازاي. اذا تحرك الجسم بسرعة منتظمة الحركة بتاعته بتساوي صفر، لو توقف الجسم عن الحركة السرعة النهائية بتاعتي اللي هي الفي فاينل بتساوي صفر، لو ضغط السائق على الفرامل حتى تتوقف السيارة برضه سرعته النهائية بتساوي صفر. بص معايا كده، الجسم ده لو بدأ حركته من السكون وبعدين بدأ يتحرك، يبقى في الحالة دي الحركة السرعة بتاعته بتساوي صفر. بصوا معايا بقى مهارة حل المسائل الرياضية. أول حاجة أنا عايز أعرف إزاي أبدأ أحل المسائل بتاعتي بسهولة. لازم تكون حافظ الرموز، عارف القوانين، عارف وحدات القياس، ودول اللي احنا تناولناهم بالشرح قبل كده. هاخد المعطيات بتاعتي واحولها لرموز، اكتب القانون المناسب، ابدا اعوض عن قيمه كل رمز، واستخدم الاله الحاسبه بتاعتي في الحصول على النتيجه، كلنا شطار في استخدامها. وكمان ما انساش اكتب وحدات القياس، وبالتالي كده اخد كل الدرجه الكامله للمساله بدون ما افقد اي درجه. تعالوا مع بعضينا بقى نعيش مع المسائل اللي موجوده وفي الكتاب المدرسه بتاعنا. نقرأ المسألة، بتقول تتحرك سيارة بسرعة ابتدائية 15 متر لكل ثانية لتصل سرعتها خلال 2.5 ثانية إلى سرعة نهائية 20 متر لكل ثانية، احسب العجلة التي تتحرك بها السيارة خلال تلك الفترة. تعالوا نشوف المسألة بتاعتي هو مديني فيها معطيات إيه. قال لي سرعة ابتدائية، أنا عارف على طول إن السرعة الابتدائية يعني في نوت، وقال لي خلال 2.5 ثانية، يبقى هنا هو بيتكلم على زمن، وقال لي ان السرعة النهائية 20 متر لكل ثانية، عايز العجلة اللي بتتحرك بها السيارة خلال تلك الفترة.
انا حولت المعطيات بتاعتي في نوت بتساوي 15، الزمن 2.5، الفي اف اللي هي السرعه النهائيه ب20، وهو طالب العجله. هبدا اشتغل على القانون اللي بيحتوي على هذه الرموز، في اف بتساوي في نوت زائد اي تي، وابدا اعوض. انت عايز العجله يعني في اف ناقص في نوت على تي، العجله ب20، السرعه النهائيه ب20 ناقص السرعه الابتدائيه ب15 على 2.5، وابدا احطها على الاله الحاسبه هيطلع لي 2، وما انساش ان العجله بالمتر لكل ثانيه. تعال نشوف المساله دي. بيسير اتوبيس بسرعه قدرها 20 متر لكل ثانيه، فاذا بدا السائق يهدئ من السرعه بمعدل ثابت قدره 3 متر لكل ثانية في كل ثانية، يحسب المسافة التي يقطعها قبل أن يتوقف. هنا قال لي أن الأوتوبيس بيسير بسرعة 20 متر كل ثانية، وما قال ليش دي ابتدائية ولا نهائية، قال لي سرعة وبس. بس شوف هو كمل المسألة وقال إيه، فإذا بدأ السائق يهدئ من سرعته، إذا السرعة اللي كان ماشي بيها دي السرعة الابتدائية اللي هي بتعادل كام؟ 20. بدأ يهدئ من السرعة بمعدل ثابت قدره 3 متر لكل ثانية في كل ثانية، هو ايه اللي فيها ثانيتين معدل التغير في السرعة؟ ده تعريف العجلة. يبقى التلاتة دي مقدار الايه؟ مقدار العجلة. احسب المسافة، هو هنا طالب المسافة يبقى طالب دي. هل ينفع اشتغل على القانون اللي انا كنت شغال عليه في المسألة اللي فاتت؟ طبعا لا. مين شاطر يقولي لا ليه؟ عشان هو طالب مسافة والقانون اللي فات ما كانش فيه مسافة. وبعدين قال لك ايه؟ احسب المسافه التي يقطعها قبل ان يتوقف، يبقى هنا السرعه النهائيه بتاعتي بتساوي ايه؟ بتساوي صفر. برافو عليكم. ليه بتساوي صفر؟ لانه هنا استخدم كلمه توقف. اول حاجه برضو هحط المعطيات بتاعتي واحولها لرموز. الفي اف بتساوي صفر وكتبتها ليه؟ لانه توقف. الفي نود بتساوي 20. العجله بسالب 3 لانها عجله تناقصيه، لان السرعه بتقل لغايه ما يتوقف، ودي هي اللي مطلوبة. يبقى أنا هشتغل على القانون اللي بيقول لي في اف تربيع بتساوي في نوت تربيع زائد 2 اي دي، دي المعادلة الثالثة. في اف تربيع يعني الفي اف مضروبة في نفسها مرتين، مش مضروبة في 2، مضروبة في نفسها. أبدأ أعوض على الرموز بتاعتي، هلاقي إن الفي اف بزيرو، الفي نوت ب20 تربيع زائد، بفتح القوس المجموعة اللي بعد علامة الزائد دي كلها مضروبة في بعض، 2 دي موجودة في القانون في سالب 3 اللي هي العجلة في دي اللي هي المسافة. أبدأ أخلص الرياضة، العشرين تربيع دي ب400، السالب 2 في 3 الاتنين في سالب 3 بسالب 6 دي، وأبدأ يبقى أنا عندي الستة دي ب400. طبعا الناس الشاطرة هعمل إيه عشان أجيب الدي؟ أحطها في طرف لوحده وأودي الستة الناحية التانية بعكس الإشارة، يعني هنا ضرب مع الدي تحولت الناحية التانية إلى قسمة، 400 على 6 بتساوي 67 متر. أنا الجزء الأولاني الخاص بالفيزياء هو اني اختار القانون الصح، احول الاول المساله او المعطيات لرموز، اختار القانون الصحيح، ابدا اشيل الرمز واحط قيمته، وبعد كده انا بستعمل الاله الحاسبه وبشتغل رياضه. شوفوا يا اولاد بقى كلمه سقط اهو كده، يبقى في الحاله دي نزل ناحيه الجاذبيه الارضيه، والعجله بتاعتي بتساوي زائد 9.8. طيب لو الجسم اللي عندي سقط يبقى كانت الفي نوت بتاعته بايه؟ بصفر. ناخد بالنا من الكلام ده علشان خاطر واحنا بنحل المساله الجايه. طيب لو الجسم قذف يبقى طلع فين؟ الى اعلى. طالع عكس الجاذبيه الارضيه يبقى العجله بتاعتي برافو بتسالب 9.8، والفي بتاعته النهائيه اللي هي في اف بتساوي صفر. المعلومه دي لما احطها في دماغي هلاقي نفسي يعني بجيب معلومات من المساله برغم ان هو مش مدهنها. زي مثلا انا الكوره مثلا، الراجل بتاع الباسكت ده بيحدف الكوره وهي طالعه عكس الجاذبيه الارضيه، عشان كده مهما انقذفها هتلف وهتنزل تاني. واخد بالي ان السرعه بتقل تدريجيا وهي طالعه، بينما وهي نازله عشان قوه الجاذبيه الارضيه والعجله الموجبه بتاعتي بتزداد السرعه. المسألة بتقول لي قذفت كرة إلى أعلى من نقطة ما،
فعادت إلى نفس النقطة بعد 4 ثواني من لحظة إطلاقها. احسب السرعة الابتدائية. أول كلمة قالها لي قذفت. طالما قذفت يبقى العجلة بتاعتي كام؟ 9.8 إلى أعلى، يبقى أنا هستخدم الإشارة السالبة، يبقى العجلة بتاعتي سالب 9.8. فعادت إلى نفس النقطة بعد 4 ثواني. ناخد بالنا يا أولاد، هو هنا قال لي 4 ثواني، طلعت ونزلت تاني، عادت مرة أخرى، يبقى ال4 ثواني دول استغرقتهم في الطلوع وفي النزول، يبقى هي عشان توصل للصفر استغرقت بس نص الوقت. يعني عشان توصل الفينو تبقى صفر، اللي هي أقصى ارتفاع وصلت ليه بعد كام؟ بعد 2 ثواني، لأنها استغرقت تاني وقت عشان خاطر تعود مرة أخرى للأرض. هو عايز يحسب الإيه؟ السرعة الابتدائية اللي هي الفي نوت. هنحلها إزاي؟ في إف بتساوي في نوت زائد إي تي. هنعوض عن الفي إف بصفر، وقلنا ليه؟ لأنه قال لي كلمة قذفة. الفي نوت اللي هو طالبها مني، العجلة 9.8 في 2، وطبعا أنا 9.8 دي بإشارة سالبة. لو وديتها الناحية التانية، 2 في سالب 9.8 لما تروح الناحية التانية هتبقى بموجب 19.8. وما انساش ان انا بجيب ايه؟ بجيب سرعة، والسرعة وحدة قياسها متر لكل ثانية. تعالوا نشوف المسألة دي. اسقطت، هنا اتكلم على ان الكرة ايه؟ اسقطت. اسقطت كرة من السكون. ايوه ايوه انا عارفه ان كلمه اسقطت عرفتنا حاجه مهمه، عرفتنا ان ايه؟ انها ان الفي نود هي اللي ايه؟ اللي بصفر. اسقطت كره من السكون من ارتفاع 40 متر فوق سطح الارض. احسب سرعتها قبل اصطدامها بالارض مباشره. المطلوب الثاني الزمن اللازم لوصولها الى الارض، علما بان عجله السقوط الحر 9.8. هبدا احط المعطيات بتاعتي. في نوت بتساوي صفر لانه قال لي اسقطت، الفي اف هو طالبها، العجله ب 9.8 وبالموجب، والدي 40، وهو طالب الزمن. هنا هو طالب حاجتين. الاول هنجيب له السرعه النهائيه، في اف تربيع بتساوي دي في نوت تربيع زائد 2 اي دي. ليه استخدمت المعادله دي؟ لان المعطيات عندي فيها الدي المسافه. أبدأ أعوض الفي اف تربيع، بعوض عن الفي نوت بصفر في 2 في 9.8 اللي هي قيمة العجلة في 40 اللي هي المسافة، وبعد كده بضربهم على الآلة الحاسبة بتاعتي، هتطلع السرعة النهائية بتاعتي ب 28 متر لكل ثانية. طيب أنا بقى عايز أجيب إيه كمان؟ هو طالب مني الزمن. خلاص أنا عرفت إن الفي اف ب 28 وأنا جبتها من المعطيات، يبقى أعوض عنها ب 28، الفي نوت بصفر، العجلة ب 9.8، ويتبقى عندي الزمن اللي هو طالبه. معادلة رياضية عادية خالص من طرفين. أبدأ أقول إن 28 أودي المضروب فيها 9.8 الناحية التانية بعكس الإشارة، يبقى التي عبارة عن 28 على 9.8. هيطلع الزمن عندي ب 2.8، وما انساش ان وحده قياس الزمن بالثانيه. ما انساش يا اولاد المسائل بيبقى ليها مطلبين، اخد بالي هو طالب كم مطلب في المساله. نبص شويه بقى في المساله دي. تتحرك سياره بسرعه قدرها 30 متر لكل ثانيه، وخلال 5 ثواني اصبحت السرعه 10 متر لكل ثانيه. احسب عجله الحركه، والمطلوب الثاني المسافة المقطوعة في الثانية الثالثة. نشوف المعطيات. العربية اتحركت بسرعة قدرها 30، يبقى دي السرعة الابتدائية، وخلال 5 ثواني يبقى ده الزمن. أصبحت السرعة 10 متر يبقى دي السرعة النهائية. هو عايز العجلة اللي بتتحرك بيها. أولا سيادتك لو بصيت كده وعرفت ان السيارة كانت ماشية ب 30 وانتهت انها تبقى سرعتها 10، هتعرف على طول ان العجلة دي عجلة سالبة بالناقص، لان السرعة بيحصل لها ايه؟ بتنقص السرعة تقصيرية او تناقصية. طيب تعالوا نشوف الطلب الاولاني اللي هو العجلة. في اف بتساوي في نوت زائد اي تي، مديني الفي اف ب 10، مديني الفي نوت ب 30، العجله اللي مجهوله، والزمن تي، معادله من طرفين عادي جدا. هنودي ال 30 دي الناحيه الثانيه بعكس الاشاره، فهتبقى سالب 20 اي 5،
الخمسة اللي هي بتاعت الزمن، هودي الخمسة دي الناحية التانية بعكس الإشارة، هتبقى بالقسمة، هتبقى الإي عبارة عن 20 على 5 أو سالب 20 على 5 اللي هي تطلع سالب 4. ومنساش إن العجلة بالمتر لكل ثانية تربيع. طيب هو دلوقتي يا أولاد بيقول لي أنا عايز السرعة بتاعتي في اللحظة في الثانية الثالثة. طيب هو ابتدى في الثانية الأولانية كانت 30، طيب في السرعة في الثانية الثالثة كانت سرعته الابتدائية كام؟ كانت سرعته قد إيه؟ أنا مش عارف. طب هنشوف السرعة في الثانية الثانية الأول. في اف بتساوي في نوت زائد اي تي. الفي نوت اللي ابتدى بيها كان 20، والعجلة اللي بيتحرك بيها ما أنا لسه جايبها اللي هو سالب 4 في 2 اللي هي الثانية الثانية. في الثانية الثانية كانت سرعته اتنين السرعة النهائية اللي انتهى بيها الثانية الثانية هي 22 متر لكل ثانية. طيب يبقى كده السرعة اللي انتهى بيها في الثانية الثانية تعتبر ايه؟ برافو، تعتبر دي السرعة الابتدائية للثانية الثالثة. هقول كده دي بتساوي في نوت تي زائد نص اي تي تربيع. انا عايز اعرف المسافة اللي قطعها، يبقى الفي نوت تي عبارة عن 22 في الثانية الواحدة اللي هي من الثانية للثالثة، من الثانية للثالثة. أنا عايز أجيب بقى دلوقتي بتعامل مع الثانية الثالثة، بتعامل معاها على إن سرعتها الابتدائية كانت 22، أنا عايز أعرف سرعتها النهائية اللي هي بعد مرور كام؟ بعد مرور 1 ثانية في نوت بتاعتي ب 22 اللي هي السرعة اللي انتهى عندها الجسم في الثانية في الثانية 2، وفي نهاية الثانية الثالثة يبقى قضى زمن قدره 1 ثانية، وبالتالي أنا عوضت عن الفي نوت ب 22 وعوضت عن الزمن هنا بإيه؟ بواحد. ليه بواحد؟ عشان أنا بحسب الزمن اللي استغرقه خلال من الثانية الثانية للثالثة اللي ابتدى بيها بسرعة في نوت سرعة ابتدائية 22 في 1 ناقص ليه؟ لأن أنا عندي الإشارة سالبة بتاعت العجلة، نص في 4 في برضو ثانية واحدة زمن عندي بالإيه؟ بالثانية، حتى لو 1 تربيع هيطلع بواحد. إذن 22 ناقص نص في 4 ب2 يبقى المسافة اللي هيقطعها الجسم خلال الفترة دي اللي هي الثانية الثالثة 20 متر. نفهم يا أولاد؟ أنا دلوقتي وعايز المسافة اللي هيوصل لها في الثانية الثالثة. الثانية الثالثة احنا عارفين السيارة دي ماشية بسرعة متناقصة، يعني بالتالي كل شوية سرعتها بتقل. أنا حسبت المسافة اللي في الثانية الثالثة فحسبت لها سرعتها من بداية الثانية الثانية إلى نهاية الثانية الثالثة. نشوف المسألة دي. انزلق جسم على سطح أملس فقطع مسافة قدرها 9 متر في 3 ثواني، فما هو الزمن محسوبا من نقطة البداية والتي تصل فيه سرعة الجسم إلى 24 متر لكل ثانية؟ تعالوا نشوف كده. الدي ب9، الزمن ب3، هو عايز الزمن التاني، الفي اف ب24 والفي نود ب0. كتبت القانون بتاعي اللي بيحتوي على الدي ب9، الفي نوت ب0، وطبعا طالما مضروبه في الزمن هيطلع القيمه كلها 0، نص اي في التي تربيع اللي هي الثلاثه تربيع ب9، يبقى 9 بتساوي 4 ونص اي، وبالتالي العجله عندي بتساوي 2، يبقى انا اوجدت له الايه؟ اوجدت له العجله. هعوض في القانون في اف بتساوي في نوت زائد اي تي، الفي اف ب24، الفي نوت ب0، العجله انا جبتها ب2، والزمن اللي هو طالبه مني ب12 ثانيه. زي ما احنا شايفين يا اولاد المسائل عندي بسيطة، ولو مشينا بالطريقة اللي احنا قلنا عليها، اقرأ المسألة كويس، طلع معطياتك، حول المعطيات دي لرموز، حدد القانون اللي انت تشتغل عليه، ابدأ اكتب القانون، عوض عن الرموز، استخدم الآلة الحاسبة، هيطلع معاك النتيجة بمنتهى السهولة. كل حاجة بتيجي بالتدريب، مفيش حاجة صعبة. اتمنى ان انتوا تستمتعوا معانا بمنهج الفيزياء السنة دي، اتمنى ان انا اكون وصلت لكم المعلومة بشكل جيد، والقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.